السلام عليكم طلاب، بهذه المحاضرة راح ناخذ الأمر فول، وهو أيضا أحد الأوامر الداخلية. الأمر فول هو اختصار لعبارة فولم ليبل. يستخدم هذا الأمر لعرض اسم الأسطوانة الداخلي. أكتب الأمر وأضغط انتر. ألاحظ هنا الإجابة فولم إن درايف سي إز أوبريتنج سيستم، هذا هو اسم الأسطوانة. وطبعا هاي الإجابة تختلف من جهاز إلى آخر حسب التسمية اللي منطيها للأسطوانة. أيضا ينطيني السيريال نمبر للأسطوانة. هذا بالنسبة للأمر فول. الأمر الآخر من الأوامر الداخلية هو الأمر داير. الأمر داير أيضا هو من الأوامر الداخلية، يستخدم لعرض كل المجلدات والملفات الموجودة على الفهرس الحالي. أكتب الإيعاز وأنفذه. ألاحظ هنا منطيني اسم الأسطوانة الداخلي والسيريال نمبر، الفهرس الحالي أيضا منطيني كل المجلدات والملفات الموجودة على هذا الفهرس. طبعا راح ينطيني اسم المجلد وعلامته، هذا الشكل هو علامة المجلد، ووقت وتاريخ الإنشاء لكل مجلد، وقت وتاريخ الإنشاء لكل مجلد. هذه بالنسبة للمجلدات. هنا منطيني اسم الملف وامتداده ومساحته بالبايت، ووقت وتاريخ الإنشاء. أيضا منطيني عدد الملفات الموجودة على الفهرس، عدد المجلدات، المساحة اللي المساحة الكلية لهذه الملفات، وأيضا المساحة الحرة أو المتبقية. هذا بالنسبة للأمر داير. وطبعا الأمر داير يأتي بعدة صور، من هذه الصور هي داير على بي. هذه الصورة للأمر داير نستخدمها في حالة أنه أني أريد أبحث عن مجلد أو ملف وعندي عدد كبير من المجلدات والملفات على الفهرس الحالي. فأني إذا استخدمت فقط الأمر داير راح يتم عرض هذه المجلدات والملفات بشكل مستمر وسريع، بحيث يصعب علي أنه أوصل للمجلد أو الملف اللي أريده أو أبحث عنه. فأنفذ هذا الأمر. ألاحظ عرض لي أول صفحة، هنا يذاكر لي اسم الداخلي للأسطوانة والسيريال نمبر إلها، اسم الفهرس الحالي، المجلدات والملفات الموجودة. طبعا الكون انه اني هنا عندي مجلدات وملفات عددهم قليل، فعرضهم كلهم هي بصفحة واحدة. لكن في حالة انه عندي عدد اخر من المجلدات والملفات، اضغط انتر حتى يعرض لي الصفحة اللي بعدها. بحثت وما لقيت المجلد او الملف اللي ابحث عنه، اضغط انتر فيعرض للصفحة اللي بعدها، وبهذه الحالة اقدر اوصل للمجلد او الملف اللي اريده. الصورة الاخرى للامر داير هي داير على دبليو. هذه الصورة للأمر داير راح تعرض لي كل المجلدات والملفات في صفحة واحدة وبعرض الشاشة، ولكن بدون ذكر الوقت وتاريخ الإنشاء، فقط الوقت والتاريخ ما راح يتم ذكره. أنفذ الأمر. ألاحظ هنا يذاكر لي اسم الأسطوانة والسيريال نمبر، الفهرس، أسماء المجلدات والملفات، ولكن بدون ذكر الوقت والتاريخ الإنشاء مالتهم. هذه بالنسبة للصور اللي يأتي بها الأمر داير. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نتكلم عن صور أخرى للأمر داير.